السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ في الجزء ده ان شاء الله بإذن الله هنشرح المحاضرة الثانية او الجزء الثاني من المحاضرة الاولى، لان المحاضرتين الاولى والثانية معمولين مع بعض في بي دي اف واحد او في ملف واحد. فالمحاضرة بتاعتنا بعنوان البريشر فوليوم ريليشن شيب ان ذا ريسبيراتوري تراك. المحاضرة متقسمة جزئين، الجزء اللي احنا هنتكلم فيه ده هنعمله فيديو صغير لوحده، والجزء الثاني برضه هنعمله فيديو صغير لوحده. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن حاجة اسمها السيرفيس تنشن، او عايزين نشوف علاقة الضغوطات اللي موجودة جوه الرئة بحجم الهواء اللي في الرئه، ونعرف يعني ايه قوى الشد اللي موجوده في الالفيولاي او في الحويصلات الهوائيه اللي موجوده في الرئه. واحده واحده، العنوان يبان كبير وصعب وكلام مجعلص كده، لكن ان شاء الله يكون سهل. والفيديو الثاني هنتكلم عن حاجه اسمها الكومبلاينس او الطواعيه بتاعه الرئه. اللنج بتاعتنا عامله زي الاستيك او البالونه، عندها طواعيه انها تتمدد وتنكمش. فدي الموضوعين اللي احنا هنتكلم عليهم ان شاء الله باذن الله في المحاضره بتاعه النهارده. العنوان الاولاني حاجه اسمها بريشر فوليوم ريليشن شيب، العلاقه ما بين البريشر وما بين الفوليوم. علشان اصلا نفهم العنوان، يعني انت تفهم العنوان ده لما نكون خلصنا المحاضره بالكامل. محتوى المحاضره بيتضمن معلومه فيزيائيه كده اسمها السيرفيس تنشن او القوه الشد على السطح. ركز معايا في الصوره اللي انت شايفها دي كده. احنا عندنا الكوبايه دي فيها ميه، الميه ده سائل، والجزء اللي فوق الميه على طول ده هواء، اللي فوق يعني الجزء اللي فاضي من الكوبايه ده هواء. فاصبح السيرفس بتاع الميه، الميه ده سائل، وسطه وسط مائي وسط سائل، وفي الهواء ده وسط غازي، يبقى في تقابل ما بين سطحين، ما بين سطح الهواء وسطح الماء، بنسميها انترفيس. انترفيس يعني وجه ووجه، وجهين مع بعض متقابلين يعني. ففي وجه للميه، في سيرفس، في سطح الماء، وفي بيتقابل مع الهواء. الجزيئات بتاع السوائل خصوصا الميه بتتميز بان في قوة تجاذب ما بينها وما بين بعضها، قوة تجاذب ما بين جزيئات الميه وما بعضها بنسميها السيرفس، عشان الميه الجزيئات الميه اللي بالذات اللي موجوده على السطح تنشن. سيرفيس تنشن يعني ايه؟ يعني قوة التجاذب ما بين جزيئات الميه وبعضها. يعني لو افترضنا ان ده بحر اهو، تمام، او دي كوبايه ميه. بص ركز معايا كده في النقط اللي انا هعملها لك باللون الاخضر ده. دي قطع ميه، نقط ميه، نقط ميه، نقط ميه، كل دي نقط ميه. نقط الميه دي ما بينها وما بين بعضها لو جينا كبرنا فيها هنلاقي ان قطع الميه ده بتتجاذب، عايزه تقرب من بعضها، عايزه تقرب من بعضها. دي خاصيه فيزيائيه ربنا سبحانه وتعالى خالقها في جزيئات الماء، خصوصا لما تكون على السطح. وده اللي بيفسر لك ليه الدبوس ده او حته الابره الصغيره دي ما غطستش وما نزلتش تحت في قاع الميه، ما نزلتش في قاع الكوبايه. طب ليه؟ ازاي الحاجه اللي موجوده دي ما قدرتش تمشي وتعدي ما بين جزيئات الميه؟ انا ممكن احط حاجه في نفس الطول ده وفي نفس المساحه دي بس اتقل شويه، يعني مثلا دي نحاس او المونيوم، انا ممكن اجيب حاجه اتقل تقيله عن كده وتغطس. ممكن اجيب مربع مثلا، المربع ده ممكن احطه خشب فيطفو فوق سطح الميه، وممكن احطه حديد فيهبط تحت، ينزل تحت. فاذا ده معناه ان في قوه ما بين جزيئات الميه وبعضها، نقط الميه اللي موجوده دي كلها في بينها وما بين بعضها قوه تجاذب، دي بنسميها سيرفيس تنشن. يبقى ايه هو السيرفيس تنشن؟ ده التنشن، ده القوه، قوه ما بين الجزيئات بتاع الميه اللي موجوده على السطح، موجوده على السيرفيس، فبنقول عليها ايه؟ سيرفيس تنشن. يبقى تاني، ما هي السيرفيس تنشن؟ دي القوه التجاذب بين جزيئات الميه وما بعضها، بين جزيئات الميه وبعضها لما يكون في سطح تاني، لما يكون في انترفيس، لما يكون في تقابل مع الهواء. يبقى اذا عندنا سطحين، سطح الهواء وسطح الماء. الطبقه من الماء، من قطرات الماء، من جزيئات الماء، من جزيئات ال H2O اللي بتتقابل مع سطح الهواء دي ما بينها وما بين بعضها قوه شد، قوه تنشن. وتلاحظها اكتر لو حد منكم يركز كده مع حنفيه مفتوحه فتحه صغيره خالص، هيلاقي ان ممكن في نقطه، كذا نقطه ميه هينزلوا ويتجمعوا مع بعض، يمسكوا في بعض، يتجاذبوا، يحصل ما بينهم قوه تجاذب، وينزلوا في صوره نقطه واحده. ايه اللي خلى ده يحصل؟ ان هم اول ما خرجوا من فوهه الحنفيه اصبح في ايه؟ اصبح في قوه شد ما بينهم وما بين بعضها وما بين بعضهم، فهم ثلاث اربع نقط صغيرين ينزلوا في صوره نقطه واحده كبيره. طيب لو انا تغلبت على هذه القوه، جبت حته حديده كبيره مثلا، هتغطس. ليه؟ لان القوه او البريشر او ضغط هذه الطوبه الكبيره او حته الحديده الكبيره اقوى من الضغط واقوى من التنشن واقوى من القوه اللي ما بين جزيئات الميه وبعضها، فتقول ان حته الحديده دي ايه؟ ينزل. يبقى تاني احنا كده فهمنا ما معنى كلمه سيرفيس تنشن، وهكلمكم عنها بالتفصيل ان شاء الله في بعد محاضرتين ثلاثه كده، وهجيب لكم امثله حلوه جدا جدا، وهجيب لكم فيديوهات يعني بتبين حته السيرفيس تنشن دي، مصورينها بكاميرا دقيقه جدا. ما علينا، المهم ان احنا دلوقتي خدنا فكره كده عن ان السيرفيس تنشن دي عباره عن ايه. دي قطره ميه اهي، او دي ده جزيء ميه اهو، ده جزيء ميه وده جزيء ميه، بيحصل ما بينهم قوه تجاذب، عايزين يقربوا من بعض، عايزين يلزقوا مع بعض. طيب ركز بقى كده، في حاجه اسمها السيرفكتانت. يبقى احنا كده عرفنا السيرفيس تنشن دي خاصيه فيزيائيه بتتميز بيها مين؟ بتتميز بيها جزيئات الماء خصوصا على السطح لما يكون اللي فوقيها هواء. طيب في بقى حاجه ثانيه، ماده كده اسمها سيرفكتانت، دي لو جيت قسمتها هتلاقي سيرفيس واكت. اكت يعني بيشتغل على السيرفيس، بيعمل حاجه على السيرفيس، بيعمل مشكله على السيرفيس. بصوا يا شباب، هقول لكم على تجربه كده تحاولوا تعملوها. جيبوا حته، شايفين الكوبايه دي، اعملوا نفس التجربه دي كده عندكم في البيت، وجيبوا دبوس او حاجه ما تكونش تقيله قوي انها تغطس، يعني انت حطيتها على الميه هتطفو على السطح، بس تكون حاجه مثلا معدن. وبعد كده ايه، جيب كذا نقطه زيت او حط كميه من الزيت على سطح الميه دي. انت عارف ايه اللي هيحصل؟
هتلاقي الحته دي بدات تغوص. يعني انت جيب كوبايه ميه الاول وحطه فيها كده زي دبوس، بحيث ان يكون الدبوس ده وزنه او كتلته مش كبيره فما يغطسش، يفضل على السطح. طيب بعدها على طول قوم نجيب بقى شويه زيت كده وحطهم على سطح الميه، هتلاقي اللي حصل، هتلاقي ان الزيت ده غطى المنطقه كده اهو. شوف الزيت، هتلاقي الزيت ده غطى المنطقه اللي قدامك دي وعمل عازل بدا ينتشر في الميه، يعني بدا ينتشر في الميه او فوق الميه. هو ما بيغطس الميه، الزيت ما بيختلطش بالماء فيبدا يغطي الميه من فوق. يبقى انت تيجي تحط زيت على الميه دي، الزيت ده يغطي الميه من فوق، فالمية اصبحت في معزل عن الهواء، اصبحت بمعزل عن الهواء. يعني كان الانترفيس اللي موجود ده اللي هو الووتر اير انترفيس، المقابله ما بين الميه والهواء، عزلت بزيت، بزيت اللي انت هتحطه. فده هيخلي ايه بقى؟ هيقلل من السيرفيس تنشن، هيقلل من قوى الشد ما بين الجزيئات وما بعضها، هيقلل ما بين قوى الشد دي، لان قوى الشد دي هي خاصيه فيزيائيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها اكبر ما يمكن لما يكون في جزيئات ميه كده وفوقهم هواء. يبقى دي ميه اهي وفيها هواء، هنا بيبقى في شد كبير جدا. تمام؟ فاحنا لما بنحط طبقه من الزيت هنا كده اهو، لما بنحط هنا طبقه من الزيت، طبقه الزيت دي بتعزل الميه عن الهواء، فيصبح قوه الشد ما بين الجزيئين الميه دول وبعضهم قوة قليله جدا، ما تكونش قويه زي الاول. فاصبحت الدبوس اللي قدامك ده، او اصبح الدبوس اللي قدامك اللي هو كان حجمه صغير ووزنه صغير وفي الاول ما كانش بيغطس، لما نيجي نحط كم شويه زيت كده او كم نقطه زيت هنا كده، عزلوا الهواء عن الميه فقللوا قوه التجاذب، قللوا قوه السيرفس تنشن، قللوا قوه التجاذب ما بين جزيئات الميه وبعضها، فاصبحت بدل ما كانت قوه كبيره اصبحت قوه صغيره، فقوه الدبوس اللي هي اصلا كانت صغيره في الاول اصبحت اكبر من قوه السيرفيس تنشن. يبقى تاني لما بنحط زيت اذا بنعزل الهواء عن الماء، فلما نعزل الهواء عن الماء نقلل قوه اسمها السيرفيس تنشن. قوه السيرفيس تنشن دي كانت اقوى في الاول من الدبوس، فلما تقل قوه السيرفيس تنشن، قوه هنفترض مثلا السيرفيس تنشن في عدم وجود زيت كان 10 مثلا، ده ارقام، والدبوس 5. لما انا جيت حطيت زيت، الزيت ده عزل الميه عن الهواء، فالسيرفيس تنشن اللي كان 10 بقى 3، والدبوس كان كده كده 5 ما اتغيرش، فال5 اعلى من 3، فالدبوس يقوم نازل ايه لتحت. الزيت اللي احنا حطيناه ده ركز عليه بقى، ليه ركز عليه؟ لان الزيت ده عمل حاجه في السطح، اشتغل، عمل اكشن على السطح. عمل ايه الاكشن اللي عمله على السطح؟ انه عزله عن الهواء، فقلل قوه التجاذب ما بين جزيئات الميه وبعضها. يبقى اذا الزيت اللي احنا حطيناه، الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها دي، ماده بتشتغل وبتاثر على سطح الماء والقوه اللي فيه ولا ما بتاثرش؟ بتاثر. فعشان كده سميناها ايه؟ بص، سيرفاكتنت، لانها بتشتغل على السيرفيس، بتعمل اكشن. اكتنت يعني بتتفاعل او ماده متفاعله، يبقى بتعمل تفاعل على السطح فيقلل من الايه؟ يقلل من القوه هنا. فعشان كده بنسميه بص سيرفيس اكتيف ايجنت. سيرفيس اكتيف ايجنت دي ايه معنى كلمه سيرفاكتنت؟ يعني ماده بتشتغل، ايجنت يعني عامل او ماده او حاجه، الماده دي اكتيف او نشطه على السطح، بتؤثر على السطح وبتؤثر على العوامل الفيزيائيه والخواص الفيزيائيه اللي موجوده على السطح، اللي هي قوه التجاذب دي تؤثر عليه. يبقى ايه هو السيرفاكتنت ده؟ السيرفاكتنت دي بقى ربنا سبحانه وتعالى ماده خلقها، ماده ربنا سبحانه وتعالى خلقها جوه جسمنا عباره عن دهون. خد المثال ده بالظبط طبقه على الحويصلات الهوائيه. طبعا انتوا المفروض مذاكرين الاناتومي الهيستولوجي وعارفين ان احنا عندنا الالفولاي، والالفولاي دي بتبقى ايه؟ جواها بيبقى داخلها كده هواء من بره، وبتبقى مبطنه بطبقه هواء، عامل لكم بتبقى مبطنه كده بطبقه من الفلويد، بنقول عليه فلويد لايننج الفولاي. فانت اصبح عندك هنا ايه؟ جزيئات ميه، جزيئات ميه وفي هواء داخلها، ففي ميه بتتقابل مع ايه؟ مع الهواء. فلما يبقى في ميه بتتقابل مع الهواء، كبر كده اهو، كبر هنا وتعالى كده، انت عندك ايه؟ ادي جزيئات ميه اللي هي اللي هنا، اللي كانت جزيئات الميه اللي كانت هنا كده، كبرناها جبناها هنا. دلوقتي جزيئات الميه دي هتتقابل هنا مع مين؟ مع هنا كده في هواء، اللي هو الهواء ده اللي داخل. طيب لما انت يبقى عندك هواء ميه، يبقى اذا جزيئات الميه دي عايزه تقرب من بعضها. سوري هنصغر الخط كده شويه. اصبح انت عندك ايه؟ جزيئات الميه اللي فوق دي عايزه تقرب من بعضها، النقط دي عايزه تقرب، عايزه تقرب، عايزه تقرب. فلما تكون عايزه تقرب، بص شوف الفلويد اللي هو لايننج الفولاي ده عايز يشد في بعضه، عايز يمسك في بعضه، فيحاولوا يصغروا حجم الالفولاي، لان الهواء ده الميه اللي جوه هنا كده بدل ما هي كانت طبقه رفيعه ومنتشره، عايزين يتجمعوا على بعض، عايزين يتجمعوا على بعض، هو عايزين يتجمعوا كده على بعض. فبدل ما الالفولاي كانت واسعه بالشكل اللي انت متخيله ده، لا هتضيق ويحصل لها كولابس. فالالفولاي اصلا عندنا اللي هي الحويصلات الهوائيه، ربنا سبحانه وتعالى مديها قدره ان هي على طول عايزه يحصل لها ريكويل، عايزه تضيق، عامله زي البالونه المنفوخه واللي عايزه تصغر او عايزه تفضي الهواء اللي جواها. فالالفولاي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها حاجتين، صفتين فيزيائيتين. الصفه الاولانيه ان هي اصلا بطبيعتها عامله زي الاستيك، انت عارف الاستيك كل ما بتشده بيبقى عايز ايه؟ يصغر. فهي نفس الفكره، الالفولاي لما انت بتاخد شهيق، لما بتاخد شهيق يعني بتدخل هواء، الالفولاي بتوسع. طب انت وسعتها، وهي ربنا سبحانه وتعالى حاطط فيها الاستيك ماتيريال، حاطط فيها الاستين وحاطط فيها مواد عامله زي الاستيك، فانت وسعتها، هي بطبعها عايزه ترجع تصغر تاني. يبقى دي صفه. والصفه الثانيه ان جوه الالفولاي في ايه؟ في ميه اهي، في 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 فلويد لايننج الالفولاي، في بعض الميه البسيطه، طبقه من الميه، وفي هواء داخل. فهنا تواجدت خاصيه فيزيائيه اسمها سيرفيس تنشن. فالسيرفيس تنشن ده عايز جزيئات الميه اللي هنا كده تقرب من بعضها، حبه الميه اللي هنا، حبه الميه اللي هنا، حبه الميه اللي هنا، حبه الميه اللي هنا، عايزين يمسكوا في بعض، يقربوا في بعض. فلما يمسكوا في بعض ويقربوا في بعض، وكده كده اصلا اللنج عايزه تقرب من بعضها لان ده عامل زي الاستيك، فما هيصدق ان في حاجه بتشده، الميه هنا بتشد بعضها وعايزه تقرب، عايز يحصل تجاذب ما بينهم وما بين بعضها جزيئات الماء. فلما جزيئات الماء تقرب
ودي اصلا عامله زي الاستك اللي عايز يرجع لوضعه الطبيعي، هي مش عايزه توسع، عايزه تضيق. فاذا السيرفيس تنشن والالاستيك ريكويل دول عاملين مهمين جدا، وكمان السيرفيس تنشن اهم. السيرفيس تنشن والالاستيك ريكويل عاملين مهمين جدا 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 ان اللنج تضيق. طيب واحد يقول لي يا دكتور طب ما احنا دلوقتي لو سيبنا الالفلاي او سيبنا الحويصله الهوائيه بتاعتنا زي ما احنا متخيلين كده، وهي بطبعها عامله زي الاستيك اللي عايز يصغر، هو مفروض انت فردته في الانسبيريشن في الشهيق وهو عايز يرجع يضيق تاني، دي اول حاجه. وتاني حاجه ان اصلا فيها طبقه من الفلويد، والفلويد ده عايز برضو يقرب من بعضه فعايز يضيق الاليفلاي، يبقى انت كده عندك عاملين بيضيقوا الاليفلاي. طب ما ده هيعاكس عمليه الشهيق، هو ده حلو في الزفير، ده هيسهل عمليه الزفير ان الهواء يخرج، ما هو الهواء يخرج بعدين انت الاليفلاي تكون واسعه انت تضيقها، تضغط بدل ما هي كانت واسعه كده تقوم انت ايه مصغرها كده وتضخ الهواء تطلعه لبره. فدي حاجه حلوه في الزفير ان انت تضيق الاليفلاي تعصرها، يعني ان الاليفلاي تضيق وتتعصر دي حاجه حلوه. بس لما باخد شهيق دي حاجه صعبه عليا، لان كده المفروض وانا باخد شهيق عشان اللنج دي توسع لازم اتغلب على الالاستيك ريكويل، او اتغلب على الخاصيه او اتغلب على الالاستين او الماده الاستيكيه اللي موجوده في الرئه دي واتغلب عليها، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا اتغلب على السيرفيس تنشن، يعني انا مش عايز اللنج يحصل لها كولابس يا شباب، مش عايز اللنج تقفل على بعضها ويحصل لها كولابس. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلق لك ماده زيتيه جوه بقى هنا وكده، ماده زيتيه عباره شبه الزيت اللي احنا حطيناه هنا كده بالظبط، الزيت اللي احنا حطيناه فوق هنا كده، ربنا سبحانه وتعالى خلق لك ماده زيتيه عباره عن دهون اسمها ليسيسين. ماده الليسيسين دي هي اللي بتشتغل بالظبط زي الزيت، وهي دي السيرفكتانت اللي انا بقول لك عليه. بس السيرفكتانت ده مصطلح عام، ايه هو بقى السيرفكتانت؟ ده عباره عن ماده زيتيه او ماده دهنيه بتتواجد بتترشق كده ما بين جزيئات الميه. فانت دلوقتي ايه وتاخد الطبقه كده ايه وتمنع وتعمل زي عازل كده، هقول لك هي بتبقى شكلها عامل ازاي. ادي انت مثلا تخيل ادي الميه اهي، ده سطح الميه، الليسيسين ده بيبقى عامل كده بالظبط، عامل زي المسامير اللي متمسمره في الايه، عامل زي المسامير اللي متمسمره في الميه كده. فاصبح دي حاجه حلوه جدا، ليه؟ عمل لك منطقه شبه عازله، يعني عزل بعض الاجزاء عن الهواء، بعد عزل بعض اجزاء الميه عن الهواء، فكده يقلل من قوه التجاذب اللي هي قوه السيرفيس تنشن، فيخلي الميه ما تقربش ما تمسكش في بعضها قوي وما تقربش في بعضها قوي، ويخلي الالفولاي او الحويصلات الهوائيه ما تنكمشش، يبقى هو بيمنع الكولابس. يبقى تاني تعالوا بقى كده نشوف بسرعه السيرفكتانت ده ايه. دي ماده اكتيف ايجنت بتقلل السيرفيس تنشن، يبقى السيرفيس تنشن دي القوه اللي عايزه تقفل الالفولاي. انا بركز في الكلام عشان الكلام مهم جدا، السيرفيس تنشن دي القوه اللي عايزه تقرب الميه من بعضها، تقرب الفلويد لايننج الالفلاي وتعمل وتخلي الالفلاي يحصل فيها كولابس زي ما انت شايف كده، تقرب من بعضها تقرب من بعضها. ده الايه، ده السيرفيس تنشن، ده الخاصيه اللي اسمها سيرفيس تنشن. لو احنا حطينا فيها الدهون اللي انا بقول لك عليها اللي اسمها الليسيسين دي، اهي شايف الدهون اترشيت على الجنب اهي، فمنعت وقللت كتير جدا جدا من قوه التجاذب دي، قللت من قوه السيرفيس تنشن دي، فتصبح اللنج ما تبقاش ايه، شايف هنا كان القوه كبيره ازاي، قوه كبيره عايزه تقرب من بعضها، هنا شايف القوه حجمها السهم صغير ازاي، فاصبح قوه ان اللنج يحصل لها كولابس او الالفلاي تنكمش، اصبحت القوه دي ضعيفه مش هتنكمش بسهوله. يبقى اذا السيرفكتانت بقى اللي هو الماده الدهنيه الليسيسين دي، ده ايه، عباره عن اكتيف ايجنت، ماده بتشتغل بتقلل السيرفيس تنشن بتاع الفلويد اللي هو بيو ايه بيبطن الالفلاي. طيب مين اللي بيجيب لنا يا شباب السيرفكتانت؟ بيجي منين السيرفكتانت ده؟ فاتي اسيد، ماده دهنيه. الماده الدهنيه دي بتتصنع في خلايا اسمها تايب 2 الفلاي، احنا عارفين ان ده شكل الفلاي بتاعتنا اهي، عندنا نوعين من الخلايا، في الخلايا اللي انت شايفها قدامك اللي هي عباره عن فلات سيلز، دي خليه فلات، فلات يعني رفيعه كده، ودي حلوه فلات يبقى مساحتها سطحها كبيره، شايف الخليه طول ايه، طويله جدا الخليه، شايف طولها عامل ازاي، ودي يعني دي خليه الفولار تايب 1 والفولار تايب 2، يعني خليه حويصلها هوائيه تايب 1 وتايب 2، شايف دي طولها عامل ازاي اهي، شايف طولها كبيره ازاي، طويله قوي اهي، ودي خليه مش طويله قوي بس كبيره حجمها كبير. التايب 1 دي هي الوظيفه الاساسيه اصلا بتاع الجهاز التنفسي ايه، تبادل الغازات. وسبحان الله ركز كده، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش شيء عبث، فانت بص شوف هي مساحه سطحها كبيره فتسمح بتبادل الكثير والكثير من الايه، من الغازات، عشان مساحه سطحها كبيره، انا محتاجه مش محتاجه خليه عريضه، انا محتاجه خليه طويله. فالخليه اللي هي تايب 1 مسؤول عن الوظيفه رقم 1 في الايه، في التنفس اللي هو نقل الغازات، والخليه تايب 2 مسؤول عن الوظيفه الثانيه، ان انا حافظ بقى على تبادل الغازات ده يتم كويس واللنج تفضل سليمه، يعني انا ببني المبنى وبعد كده احافظ عليه. فتايب 2 ديت عباره عن هي اللي بتفرز الايه، بتطلع السيرفكتانت، شايف السيرفكتانت اللي هو الماده الحمراء اللي قدامك دي اهو، ده السيرفكتانت اللي هي الماده الحمراء اللي احنا مشينا عليها، ده السيرفكتانت بيخرج عن طريق خليه اسمها ايه، اليفولار تايب 2 او بنسميها جرانولار نيوموسايت، هي مستخبيه هنا تحت الصوره اهي، تعالوا هنا اسمها ايه، اسمها جرانولار نيوموسايت، جرانولار لان اصلا الخليه دي باصلها عندها قدره على الفاجوسيتوزس، حتى بنسميها ماكروفاج، المهم انها عندها قدره على الفاجوسيتوزس، فعشان كده بنقولها جرانولار محببه، يعني جواها حبيبات، ونيوموسايت نيومو يعني هواء، وسايت يعني خليه، فبنقول عليها جرانولار عشان هي محببه او فيها حبيبات او بتفرز الليسيسين في جواها حبيبات، برضو ده تفسير ليها، ونيوموسايت لان هي خليه موجوده في الجهاز التنفسي بتاعنا، كلمه نيومو يعني هواء. فتاني نرجع بقى تاني اهو، يبقى اذا دي بتتفرز عن طريق الايه، السيرفكتانت ده بيخرج، مهم جدا السؤال ده، بيخرج عن طريق تايب 2، يبقى السيرفكتانت بيخرج عن طريق ايه، تايب 2، سيرفكتانت تايب 2.
تايب 2 ليفلر او اسمها جرانيولار نيوموسايت. يبقى احنا خدنا طلعنا بثلاث معلومات ام سي يو. اول حاجه ان اللي بيمنع اللنج من ان يحصل لها كولابس وجود السيرفيس تنشن، الماده التي تعاكس السيرفيس سوري معلش ان نرجع تاني. اول قوه بتبقى موجوده بين جزيئات الميه وبعضها اسمها سيرفيس تنشن. طيب لو السيرفيس تنشن ده موجود بدون اي قوه توازنه كانت اللنجه هتنكمش ويحصل فيها كولابس والحويصلات تنكمش. فربنا سبحانه وتعالى خلق ماده اسمها سيرفكتانت، والسيرفكتانت ده عباره عن ماده دهنيه متصنعه من حمض اميني فوسفوليبيد، يعني دهون معاها فوسفات، بتترشق كده ايه في صوره ايه عامله زي المسامير كده بتترشق وتاخد السطح اللي من فوق كده. دي اسمها السيرفكتانت. ماده اسمها الليثيسين، الليثيسين ده عباره عن نوع من انواع الفوسفوليبيد لو تفتكروه في البايوكيمستري. بيحصل لها سكريشن عن طريق مين؟ عن طريق التايب 2 الفا. كده خلصنا الجزء الاصعب، نكمل بقى. هي دي نفس السلايد بس قلنا عشان الايه الجزئيه اللي الحته اللي كانت مدريه دي. طيب بعد كده ايه ده طبيعه السيرفكتانت ده عباره عن ايه؟ لايبو بروتين ميكشر فورمت اوف فوسفوليبيد، يعني فوسفوليبيد وماسك في حته بروتين، يعني عباره لايبو بروتين يعني عباره عن جزئين اهم. بص اهو ركز معايا كده، عباره عن جزئين، الجزء بروتين بارت وجزء ليبيد، والجزء الليبيد ده متقسم نصين فوسفات فوسفوليبيد. تمام، يبقى اذا ده عباره عن ايه؟ لايبو بروتين ميكشر، يعني عباره عن بروتين مع ليبيد، والليبيد عباره عن ايه؟ فوسفوليبيد. تمام، اللي هو اسمه ليثيسين او داي بالميتايل ليثيسين. البالميتايل ده حمض دهني، فالليثيسين ده حمض دهني بيتكون من كذا شكل، بيتكون من جزئين زي ما انت شايف كده اهو، شايف ادي جزء اهو ده ميه، جزء بيحب الميه وجزء بيكره الميه. طيب ما علينا، ركز دلوقتي اللي انا عايزك تعرفه ايه؟ ان الاستراكشر بتاعه السيرفكتانت ايه؟ فوسفوليبيد. طب هو اسمه ايه؟ دايبل ميتايل ليثيسين، ووظيفته ان هو بيعمل ايه؟ بيقلل السيرفيس تنشن. طيب شوف بقى سبحان الله، انت دلوقتي لما ادي عندك كوبايه ميه اهي، سوري اهو عندك كوبايه ميه اهي وفيها ميه، وادي سطح الميه. انت دلوقتي جيت حطيت من فوق كده، حطيت نقطه زيت اهو، حطيت هنا كده نقطه زيت، شويه الزيت اللي انت حطيتهم انت مش عايزهم يفضلوا في الحته دي، بس احنا عايزين بقى نوزعهم على السطح كله. يعني لو انا عندي الفلاي، عندي حويصله كده، انا عايز اوزع لما احط شويه زيت او اصنع ليسيسين، عايز الليسيسين ده يتوزع ايه على السطح كله. فربنا سبحانه وتعالى بيخلق حاجات، عامل حاجه اللي هو وجود الكالسيوم، الكالسيوم وبعض البروتينات، بعض الابو بروتين اللي هو الجزء البروتيني اللي موجود فوق ده، الجزء البروتيني اللي موجود في الليسيسين، يبقى الليسيسين ده فيه جزء بروتين وفي بعض ايونات الكالسيوم. يبقى الابو بروتين الجزء البروتيني من الليسيسين، واحنا قلنا الليسيسين ده عباره عن فوسفوليبيد بشكل اكبر، لكن مترشق فيه كده حته بروتين، فحته الابو بروتين اللي فيه او البروتين اللي فيه زائد بعض ايونات الكالسيوم دي بتحافظ على بقاء او على توزيع السيرفكتانت. يعني السيرفكتانت يبقى ايه؟ واخد الالفلاي كلها، متوزع في الالفلاي كلها. يعني انا مش عايز يبقى نقطه كده والحته دي فيها سيرفكتانت والباقي ما فيهوش، لا انا عايز السيرفكتانت يتوزع. فوجدنا ان في بروتينات بتاخد السيرفكتانت ده كده عامله زي العربيات، تقوم واخده السيرفكتانت، هو السيرفكتانت الخلايا اللي بتفرزه هنا مثلا، هي تاخده تنقله هنا وتنقله هنا وتنقله هنا وتنقله هنا وتنقله هنا وتمسمره، تثبته كده، تثبته بحيث ان السيرفكتانت يبقى موجود في كل الايه؟ في كل المنطقه دي. تمام، اهو يبقى موجود السيرفكتانت مغطي الالفولاي. يبقى اذا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلق السيرفكتانت، ومش بس كده، شوف العظمه بقى في ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق مواد هي الكالسيوم والابو بروتين، دي اللي بتصنع وتعمل سبريدنج وتوزع، تعمل سبريد يعني تنشر وتوزع الايه الليثيسين او السيرفكتانت ده، خليه يغطي الالفولاي بالكامل عشان الالفولاي كلها ما فيش حته فيها تحصل كولابس وحته ما تحصلش كولابس، فتبقى شكلها ايه زي ما تخيل بايظ. وبرده عشان تكون عارف ان السيرفكتانت ده زي ما قلنا ان هو فيه فوسفوليبيد، يعني ليبيد في جزء مش بيحب الميه اللي هو الليبيد اللي هو الدهون، يعني جزء لايبو فوبيك، وفي جزء يبقى في جزء لايبو سوري مش بيحب الميه هيدروفوبيك، وجزء بيحب الميه هيدروفيليك. تمام، لان احنا عندنا بصوا ادي الالفولاي بتاعتنا، الالفولاي دي عباره عن ايه؟ حته هواء وفي ميه، في لايننج ايه؟ لايننج فلويد ده ميه. ركز بقى في الميه دي، كبرها كده اهو، وتعالى شوف السيرفكتانت عامل ازاي. هنا هواء، الهواء ده فيه جزء مش بيحب الميه، ده اللي على السطح اللي هو الليسيسين. تمام، مش انا بقول لك متمسمره اهو، شايف دي ده كل دي دهون اهي، دهون دهون دهون، الدهون دي فين؟ الدهون دي على السطح، مش قادره تخش، مش قادره تترشق وتنزل جوه الميه. لكن في جزء من السيرفكتانت ده اللي هو الابو بروتين بارت، شوف مثبتها ازاي، والكالسيوم مثبتينها كده ومخلينها متوزعه في كل حته، فمتمسمره في كل حته. تمام، يبقى هو شايف ده شكل السيرفكتانت مولكيول بتاعنا، الجزء اللي فوق ده ما بيعرفش يغطس جوه فما بيحبش الميه، والجزء ده بيحب الميه فبينزل هو اللي ايه يترشق كده زي ما انت شايف في الميه. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلق لك السيرفكتانت يخلي الالفلاي ما يحصلهاش كلها، بس كده لا، ده ربنا سبحانه وتعالى موزعه لك، عامل لك حاجات توزعه تحصل له سبريدنج حتى. طب بعد ما بيتوزع، طب ما ممكن يتوزع وبعدين يرجع يتكون في حته ثانيه، قال لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلق لك ايه؟ مقسمه جزئين، جزء بيحب الميه مش بيحب الميه فيطفو على سطح، وده هو الجزء الدهني اللي هو وظيفته اصلا ان هو يقلل السيرفيس تنشن، والجزء الثاني مسمره عامل زي المسمار يثبته فين؟ يثبته في الحته دي. فسبحان الخالق يعني في حته الايه السيرفكتانت. وهنشوف دلوقتي لو السيرفكتانت ده ناقص هيعمل مشكله رهيبه جدا ممكن تموت. يبقى ده تعالوا بقى نشوف فانكشن اوف سيرفكتانت، ان هو بيعمل ايه؟ بيقلل السيرفيس تنشن بتاع السائل اللي بيغطي الالفولاي من جوه. تمام، فلما يبقى السيرفكتانت لما يبقى فيه زيت، يبقى اصبح فقدنا الووتر اير انترفيس، فقدنا المواجهه المباشره ما بين الهواء وما بين الايه الميه.
طيب بيقول لك ايه بقى 10 تايمز سيرفيس تنشن جريتر ذان سيرفكتنت اير انترفيس. معنى الكلمه دي ايه؟ معنى كده معنى الكلمه دي ان لو ما فيش سيرفكتنت قوى الشد ما بين الميه وبعضها اللي في الاليفولاي اللي هو شويه الميه اللي مبطنين الاليفولاي قوى الشد ما بينهم وما بين بعضها لو ما فيش سيرفكتنت تبقى 10 مرات اقوى لو في سيرفكتنت. يعني انت عارف السيرفكتنت ده لو احنا دلوقتي عندنا جبنا اليفولاي متبطنه زيت متغطيه زيت فيها فلويد والفلويد ده حاطين عليه زيت اللي هو اسمه سيرفكتنت وجبنا اليفولاي ثاني اهو ادي اليفولاي 1 واليفولاي 2 لو اليفولاي 1 دي فيها سيرفكتنت واليفولاي 2 دي ما فيهاش السيرفكتنت ده ماده زيتيه ودي ما فيهاش هنلاقي دي تنكمش بسرعه وبقوه اكبر 10 مرات اللي ما فيهاش دي تنكمش بسرعه ويحصل فيها كولابس بسرعه لكن ديت ايه مش هتنكمش بالسرعه دي يبقى قوه الشد اللي موجوده هنا وقوه الانكماش اللي موجوده هنا اقوى لو ما فيش زيوت اقوى من اللي فيها زيوت 10 مرات فدي حاجه رهيبه جدا وحاجه جميله جدا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لك الزيت يبقى الزيت ده مهم جدا يمنع ان اللنج يحصل فيها يحصل فيها كولابس وده ايه ده شكل شايف شكل الالفرا هنا عشان ما فيهاش سيرفكتنت كتير شايف حصل فيها كولابس ازاي لكن هنا عشان بدانا نحط سيرفكتنت فاللنج هنا ما حصلش فيها ايه ما حصلش فيها الكولابس دي كل دي امثله جميله جدا يعني. طيب لما وجود السيرفكتنت بقى بيساعدني في ايه بيهلب اللنج اكسبانشن ديورنج انسبيريشن يعني لما انا باخد نفس دلوقتي باخد نفس هو اصلا الرئه بطبيعتها والالفرا بطبيعتها عايزه تنكمش عايزه تبقى ضيقه عايزه تصغر ليه عايزه تصغر لانه لنا سببين ان هي اصلا عامله زي الاستيك فعايزه تصغر زي الاستيك اللي مشدود وعايز يصغر دي حاجه الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه ان فيها سيرفيس تنشن وقوه شد عايزه تصغرها برضو دول قوتين مهمين جدا قوه الشد اللي ما بين جزيئات الميه اللي عايزه تكمش الميه على بعضها وتكرمشها وتقربها لبعضها وقوه الالاستيسيتي. طيب تخيل انت عندك قوتين عايزين يقفلوا الالفولاي عايزين يخلوا اللنج تنكمش او الالفولاي تنكمش. طب تخيل تعالى انت بتاخد انسبيريشن يعني عايز تخلي اللنج مش تنكمش بقى عايز يحصل فيها اكسبانشن تتمدد طب ما دي كده هتبقى صعبه لو انت ما عندكش السيرفكتنت ده السيرفكتنت ما كان بي انت كان عندك قوتين قوه اسمها سيلف استنشن وقوه اسمها اكسبانشن قوه اسمها الاستيسيتي القوتين دول بيعكسوا القوتين دول عايزين يقفلوا. طب تخيل انت عايز تاخد نفس ومعاك قوتين بيقفلوا ربنا سبحانه وتعالى مصنع لك ماده اسمها سيرفكتنت تقف معاك تقف في صفك تقول لك يا سيدي مش انت كنت خايف من الاليستيسيتي وكنت خايف من السيرف استنشن انا هاجي على السيرف استنشن ده والغيه هقلله هضعفه فمش هيبقى عندك قوه سيلف استنشن كبيره تخلي اللنج تنكمش فاخد نفسك براحتك يبقى ده بيساعد الايه بيساعد الانسبيريشن فده من عظمه ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. كمان حاجه ايه بتقلل الورك اوف بريثنج انت دلوقتي بقى ما بقتش عايز تبذل مجهود كبير قوي تاخد انسبيريشن رهيب بشكل رهيب عشان تقدر تفتح الالفلاي هي كده كده احنا ضمننا لك بالسيرفكتنت ده انها ايه ما تنكمش قوي فانت مش محتاج ان انت تاخد تبذل مجهود كبير عشان توسعها وتفتحها يبقى ايه مفيش ريزيستنس عشان تعمل اكسبانشن للالفلاي بتقلل الريزيستنس بتقلل المقاومه عشان تعرف تعمل اكسبانشن للالفلاي وزي ما قلنا انها بتمنع الايه بتمنع الكولابس ديورنج اكسبيريشن لو انا هطلع الشهيق بقى لو انا هقفل الالفلاي طيب تخيل لو في لو مفيش سيرفكتنت انت الالفلاي اصلا بطبعها الالفلاي بطبعها عايزه تقفل زي ما عرفنا السببين وانت كمان بتعمل اكسبيريشن اكسبيريشن يعني عايز تقفلها برضه تضغطها طيب وجود السيرفكتنت ده يخليك وانت عايز تقفلها وانت عايز تعمل اكسبيريشن ما تقفلش قوي ما يحصلش كولابس ما انا عايز اضغط عليها اه بس مش عايزها تلزق في بعضها ما يحصلش فيها كولابس لو حصل فيها كولابس يبقى كده دي مشكله احنا عايزين الالفلاي وهي واحنا بنعمل فيها اكسبيريشن ما تتقفلش على الاخر تقفل نص نص كده بتبقى مواربه فالسيرفكتنت يساعدك في الحته دي يقول لك اه انا هخليك تضغط وتطلع هواء ده في حاله الاكسبيريشن بقى انت اللي بتبذل مجهود عشان تطلع الهواء بس مش هقفلها لك مش هقفلها لك خالص مش هعمل لك فيها كولابس واسدها كده فجميله جدا الوظائف بتاعت الايه السيرفكتنت وبرده بايه بيبروتكت اجينست بالمونري اديما ليه بيبروتكت اجينست بالمونري اديما يا شباب بص احنا المفروض دي الالفلاي اهي وده الكابيلا البالمونري كابيلاري اللي هي الدم هنا هواء وهنا دم طيب لو انت ما عندكش سيرفكتنت هنا كانت قوه الشد بين جزيئات الميه اللي موجوده هنا كانت تبقى كبيره وزي ما الميه بصوا يا شباب زي ما الميه بتشد اهو شايف دي ميه ودي ميه جزيئات ميه هنا كده بدل ما الميه دي بتشد عايزه تقرب من بعضها من على الجنب بتشد برضه من تحت يعني لو في ميه تحتها كده هي عايزه تشدها ليها برضه اهي لو في ميه جنبها هي عايزه تشدها هي قوه الشد بتكون اكبر ما يمكن على السطح يعني ادي جزيئات ميه دول جزء ميه ودي جزء ميه ودي جزء ميه ودي جزء ميه ودي جزء ميه على السطح هنا قوه الشد اكبر ما يمكن هنا كده بس ده لا يمنع ان احنا لو كبرنا كده هنلاقي برضه قوه شد فين قوه شد من تحت عايزه تشد اللي تحت ليها برضه عايزه تقرب اللي تحت كده تقربهم ليها فتخيل انت دلوقتي عندك الكابيلاري هنا مليانه بورز ومليانه ثقوب فيعتبر الدم ده متوصل بالهواء اللي هنا كده يعتبر الدم اللي موجود هنا كده اهو الدم اللي هنا كده متوصل بالهواء اللي هنا كده فلو انت ما عندكش سيرفكتنت لو انت ما عندكش سيرفكتنت هنا كده وعندك قوه شد كبيره هتخلي قوه الشد دي هتخلي الالفلاي تقفل وفي نفس الوقت هتشد ميه من جوه يبقى لانها هتشد جزيئات الميه اللي جنب بعضها دي هتحاول تشدها وتقربها لبعض فتقلل وتخلي الالفلاي تنكمش ومش بس كده ده تسحب الميه من هنا كده هتسحب الميه من هنا اهو كده من الدم او تسحب البلازما اللي موجوده هنا كده وتدخلها جوه الالفلاي دي اسمها بالمونري ايديما ايديما يعني ميه في الرئه شفت بقى وجود السيرفكتنت يقول لك لا ده انا مش هخلي القوه السطح اللي هنا كبيره فيمنع البالمونري ايديما تمام يبقى نعمه من ربنا كبيره علينا اسمها الايه اسمها السيرفكتنت تعالوا هنا كده يبقى الوظيفه الاولانيه اول وظيفه خالص بصوا اول وظيفه خالص ان هو بيقلل السيرفيس تنشن وعرفنا التطبيقات بتاعت هذه الوظيفه لما يقلل السيرفيس تنشن في اللنج
هيساعدني في الاربع حاجات اللي انت شايفهم قدامك دول. طيب نخش على الوظيفه الثانيه بتاعه السيرفكتانت او بتاعه الليثيسين اللي هو طالع ده. قالك ان هو ليه بكتيريوليتيك افكت. ده مش بس كده، شوف العظمه، هو اصلا خارج من خليه تعتبر زي الماكروفاج اللي هي تايب 2 دي، فمحطوط فيه كمان مواد قاتله للبكتيريا. يعني لو واحد بتنفس هواء مثلا، وانت عندك بكتيريا اتنقلت عن طريق الهواء، السيرفكتانت اللي جاي متواجد اهو، بجانب ان هو بيحافظ على ميكانيكيه التنفس، بيساعدك في الانسبيريشن انك ما يبقاش الانسبيريشن صعب عليك، وبيساعدك في الاكسبيريشن ان ما يحصلش كولابس في الاكسبيريشن. دي وظيفه اساسيه مهمه جدا. كمان كده بيعمل لك بكتيريوليتيك افكت، بيساعد المناعه، بيموت لك البكتيريا. ومش بس كده، بيحفز الماكروفاج والخلايا الماكروفاج اللي موجوده، تمام، واسيست كليلري سيلري موفمنت ان ابر ريسبيراتوري تراكت. يعني بيساعد السيرفكتانت ده لما يطلع كده لفوق، انت عمال يتفرز اهو، بيساعد في هنا حاجه اسمها سيلري موفمنت اللي هي حركه بتاعه السيليا. السيليا دي يعني حاجه كده زوائد كده موجوده في الخليه، بتساعد في مرور الاهداب اللي احنا بنقول عليها الاهداب، حاجه شبه الاهداب كده. لو انت عندك بارتكلز او حاجه بتطردها، لو واحد مثلا بيتنفس وماشي في حته فيها عفره وتراب، العفره والتراب دي البارتكلز دي بتطردها. فالسيرفكتانت برضو بيساعد السيلري موفمنت اللي هي الحركه بتاعه الاهداب دي، الحركه الاهدابيه دي اللي بتساعد لو انت واحد خد شويه تراب دخله او شويه اي حاجه دخله في الريسبيراتوري تراكت بتاعه، الليسيسن ده لما بيتفرز لحد فوق كده، الليسيسن ده بيساعد في ان الاهداب دي تشتغل كويس وتطرد اي حاجه وحشه داخله. فاذا هو ليه وظيفه فيزيائيه في الميكانيكا وفيزيائيه العمل بتاع الالفولاي، وليه وظيفه مناعيه في مناعه وحفظ الايه الخلايا او حفظ الجهاز التنفسي عن طريق ان هو بيقتل البكتيريا ذات نفسه الليسيسن او السيرفكتانت، وكمان بيستحس الخلايا المناعيه نشاطها، وكمان بيساعد السيلري موفمنت اللي هي الحركه الهدبيه بتاعه الاهداب دي، تمام. فده كده كان الايه السيرفكتانت. تعالى بقى يا سيدي شوف السيرفكتانت ممكن نقسم امتى، اللي هي كوزز اوف سيرفكتانت ديفيشنسي. حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم او الهايلاي ميمبرين ديزيز. ريسبيراتوري يعني جهاز تنفسي، ديستريس يعني في مشكله او في ديفكت، سندروم يعني مرض. RDS مشهور جدا جدا وهتاخده في الاطفال بالتفصيل ان شاء الله، او كان زمان ده اسم القديم بيسموها هايلاين ميمبرين ديزيز، لان كانت المشكله دي ان السيرفكتانت لما بينقص الله يحصل فيها كولابس، وبيبقى في بعض الخلايا ممكن تموت، لان خلاص بقى ايه، لما بصوا يا شباب في الرئه بتاعتنا لما بيحصل في لانج يحصل فيها كولابس وتصغر، يبقى اللانج دي مش جالها هواء، مفيش هواء داخلها، ما صغرت. طيب لما اللانج لما الالفراي دي ما جالهاش هواء، الدم اللي جالها بينقص، يعني الدم اللي جاي هنا بيقل. وانا هجيب دم ليه بقى؟ ما هو الدم كان جاي هنا اصلا عشان ياخد الغازات اللي داخله، اللي داخله لي من هنا. طب دلوقتي الغازات بدات تقل لان اللنج حصل فيها كولابس، لان السيرفكتانت مش موجود. فلو السيرفكتانت ما بقاش موجود، الالفولاي حجمها يصغر، فبقت الالفولاي ملهاش لازمه. فاللي ملوش لازمه محدش هيديله، مش محدش هيديله فلوس. ما انت بقاش لو انت مالكش مصلحه عند صاحبك، او صاحبك ملوش مصلحه عندك، مش هيجي يكلمك. فالدم هنا كان جاي عشان مصلحته، عشان ياخد غازات، فما بقاش في غازات، فالدم مش هيجي. فلما الدم ما يجيش او يقل، يعني يحصل هايبوكسيا او هايبوكزيميا، يعني نقص الدم في الحته دي، يبدا الخلايا اللي هنا في الالفولاي بتاعه الالفولاي، الخلايا بتاع الرئه هنا تموت. ففي بعض الخلايا اللي ماتت هنا تعمل زي ميمبرين كده، غشاء. فده عشان كده سموها ايه، غذاء كده متصنفر يشبه الزجاج، فعشان كده سموه ايه، هايلاين ميمبرين ديزيز. ده عباره عن ميمبرين بيتكون من الايه، من الاجزاء، من الخلايا الميته، النيكروتيك تيشو والحاجات دي. ما علينا، المهم ان يهمنا الاسم الاكثر اللي هو الكومون دلوقتي واللي بيستخدم دلوقتي، اللي هو اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ريسبيراتوري ديستريس لان الشخص ده مش هيقدر يتنفس، لان اللنج بتاعته هتبقى كولابس بقى، السيرفس تنشن قوي فيها جدا، ومفيش سيرفكتانت يعاكس يساعدك ويعكس الكولابس اللي حصل ده، فاصبحت التنفس هنا بيبقى صعب جدا. بيجي المرض ده في مين؟ في الاطفال اللي هم بريماتيور، اللي هم الاطفال المبتسرين، يعني اللي بيبقى عندهم اللي هم حديثي الولاده، او مش حديثي الولاده، هو بيبقى مولود في الشهر السابع مثلا، الشهر السادس، اللي هم مولودين بدري. ومش كل اللي مولودين بدري، لا ده هو مولود بدري بس للاسف السيرفكتانت ما بقاش يتخلق عنده، يعني الخلايا اللي هي اسمها الفولار تايب 2 دي مش قادره تصنع السيرفكتانت. ليه بقى يا شباب؟ السيرفكتانت الخليه اللي بتطلع السيرفكتانت اللي هي تايب 2 دي، عشان تطلع السيرفكتانت بتبقى محتاجه الكورتيزول، بتبقى محتاجه الكورتيزول اللي هو الجلوكوكورتيكويدز، الكورتيزون يعني. فالمشكله بتبقى ايه بقى، بتكمن في ان الكورتيزون بيبقى اكتر وقت ليه يطلع فيه بيبقى في الشهر السابع الثامن من الحمل. فدلوقتي لما يبقى في طفل ولد، لو ولد مبتسر او قبل ميعاده واتولد في الشهر السابع، اصبح الكورتيزون اللي خرج عنده ممكن ما يكونش خرج بالكميه الكافيه لحد الشهر السابع، وهو اتولد بدري. فاصبح لما اتولد بدري احنا نحطه في حضانه كل حاجه، بس الكورتيزون اللي عنده ما كانش كفايه انه يستحث التايب 2 الفولاي دهيت انها تطلع سيرفكتانت. فممكن الاطفال اللي هم المبتسرين دول ما يكونش الكمون عندهم، او جسمهم ما بقاش يفرز الكميه الكافيه، او الغده القضريه عندهم ما بتفرزش الكميه الكافيه من الكورتيزون لسه، لانه في شهر السابع لسه في بدايته، او في لسه ما وصلش للقمه، او ما طلعش الكميه الكافيه من الكورتيزون، فالتايب 2 دي ما اشتغلتش كويس وما طلعش سيرفكتانت كويس. فيتولد الطفل ده وهو ما عندوش سيرفكتانت كويس في الالفولاي، فيبدا يحصل كولابس في الالفولاي بتاعتنا دي. يبقى دي بتحصل في البريماتور بيبيز، اللي هم الاطفال اللي بيتولدوا قبل ميعادهم، مش كلهم، في بعضهم اللي هم ما عندهمش كورتيزون كفايه، فيعمل لك الديفيشنسي اوف سيرفكتانت ده. طيب مور كومون بيحصل في مين اكتر؟ في البريماتور نيونيت، اللي هم لسه انا بقول لك الاطفال المبتسرين، لان السيرفكتانت
بيحصل له نورمال سيكريشن اوف نيدز، بيحتاج لكميه كبيره من الكورتيزول. ده الكلام اللي احنا بنقوله، وده اللي بيحصل في ايه، في اخر شهور من الحمل، شهر السابع الثامن التاسع. فلو اتولد بدري يبقى الكورتيزول ما تكونش عنده بكميه كافيه. وكمان الناس اللي هم عندهم مشاكل في الثايرويد، لان الثايرويد بتؤثر على كميه الكورتيزون. فلو هو الطفل ده او الطفل لسه حديث الولاده ده، او اللي هو اتولد وهو اتولد عنده مشكله في الغده الدرقيه، الغده الدرقيه زي ما تعرفوا بيتحكم في حاجات كتير جدا في الميتابوليزم، وحاجات كتير في شغل الانزيمات، هي المايسترو زي الغده الصماء كده، زي البيتيوتري. البيتيوتري برضه غده مايسترو، الغدة الثايرويد برضو غدة مهمة جدا، عاملة زي المخرج كده الدايركتور، بتوجه كذا حاجة وبتأثر على الميتابوليزم في كذا حتة. فمهمة جدا عندنا غدة الثايرويد والغدة الدرقية دي. فلو حصل فادي في شنسي برضو تأثر على الكورتيزول، فتأثر على ايه، تأثر على وجود السيرفكتانت. طيب برضو الناس اللي هم بيحصل لهم سيجرت سموكينج، السجاير والنيكوتين اللي بيبقى موجود فيها بيؤثر، بيعمل توكسيك افكت على التايب 2 الفلاي اللي هي بتطلع الايه، السيرفكتان. افتر كاردياك سيرجري ليه يا شباب؟ لان احنا في الكاردياك سيرجري، في العمليات اللي هي الجراحيه بتاع القلب والصدر، اللي واحد مثلا عمل عمليه قلب مفتوح، الحاجات دي كلها احنا بيبقى ليها تكنيكس معينه، وبنحاول ندي المريض اللي احنا بنعمل له العمليه ده، بقى الجراح وهو بيعمل له عمليه، بنحطه على اكسجين 100%. فالاكسجين ال 100% اللي موجود ده، اللي موجود في عمليات الجراحيه خصوصا عمليات القلب، عشان بتقعد فترات طويله، ولازم ما هو القلب بقى بيضخ الدم للجسم كله، فلازم بندي له اكسجين بكميات كبيره، وبنطلع القلب بره الجسم، وبنعمل طرق بديله للسيركيوليشن على لحد ما نخلص العمليه. فبنعمل انتربشن للبلمونري سيركيوليشن، بنغير كده كاننا بنوقف البلمونري سيركيوليشن فتره معينه يعني، تمام؟ يعني بنخلي مصدر دخول الاكسجين للجسم من حته تانية غير الرئه، فبنخلي الرئه مثلا كام ساعه مش شغاله. فطول ما الرئه كام ساعه مش شغاله، مش هنقدر بتاعه المصلحه، لو الرئه مش شغاله يبقى البلمونري سيركيوليشن مش هتشتغل. لو انا مثلا عندي الفلاي اهي، منعت ان يخش لها هواء، او استخدمت طريقه معينه ان ادخل الاكسجين، او عملت تكنيك معين كده في العمليه بتاعتي، خلاني استغنى شويه عن البلمونري سيركيوليشن لحد ما اخلص العمليه بتاعتي. ففي خلال الفتره دي البلمونري سيركيوليشن مش شغاله قوي، مش شغاله كويس، لان انا واخد القلب بره واخد الاورده بتاعته بره، وبتعامل بطريقه معينه، بحط جسم تحت ظروف معينه كده لمده كام ساعه، فبستغنى الى حد ما اثناء العمليه عن البلمونري سيركيوليشن، او بعملها انتربشن. فده بيخلي الخلايا اللي هنا مش جاي لها تغذيه دمويه كويسه، يعني عملت مشكله في السيركيوليشن اللي جاي تغذي ايه، الالفولاي اللي هنا كده. فالتايب 2 اصبح مش جاي لها ايه، مش جاي لها التغذيه الدمويه كويسه، الاليفلر اوبيثيليوم. خلي بالك كل ده بنقول عليه اليفلر اوبيثيليوم تايب 1 وتايب 2 بنقول عليه ايبيثيليوم، الخلايا دي يعني. فاصبح الخلايا دي مش جاي لها تغذيه دمويه كويسه، فبرضه ما تفرزش السيرفكتانت بكميه كويسه. يبقى اذا ايه في الكاردياك سيرجري، اول حاجه ان ده بيأفكت البلمونري سيركيوليشن. وكمان في العمليات الجراحيه دي بيحصل حاجه برضه، بنحط له اكسجين 100%. الناس اللي هم بيخشوا في العمليات الجراحيه دي بنديهم بيور اكسجين، احنا المفروض الاكسجين اللي في الطبيعه عندنا 21%، ففي الناس دول بنحاول ان احنا نديهم اكسجين بتركيز عالي اكتر، لان هو مش فايق، فبندي له اكسجين بتركيز عالي عشان يكفي الجسم. فالانهاليشن اوف الاكسجين لما تدي اكسجين 100% بس لفترات طويله، بقى في عمليات طويله، ده بيحطم برضو الخلايا دي، سبحان الله. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الهواء في العاده الطبيعيه بتاعتنا 21%. يبقى الناس اللي بتشرب سجاير، الناس اللي بتعمل عمليات جراحيه في القلب، تاخد فترات طويله عرضه لسببين. اول سبب ان العمليه ذات نفسها احنا بنؤثر على البلمونري سيركيوليشن، ثاني حاجه ان هو بياخد اكسجين كمان بيور 100%. سواء بقى لو انت خدت اكسجين بيور 100% سواء كان في كارديك سيرجري او في اي عمليه جراحيه ثانيه، ده برضو ممكن يحطم الخلايا اللي هي ديستروي الايه، التايب 2 ليفر سيل اللي هي سيلز اللي هي بتطلع سيرفكتان. طيب لو حد عنده اي مشكله بعد كده، بتقلل الكورتيزول سيكريشن، تمام، ايا كان سبب المشكله ايه. الناس اللي هم عندهم هايبوثايرويديزم، احنا قلنا بقى دلوقتي قلنا ان ايه، الثايرويد والكورتيزول مهمين جدا عشان وجود السيرفكتانت. الكورتيزول المسؤول الاساسي، والثايرويد او الكورتيزول بشكل مباشر، والثايرويد بشكل شويه شبه غير مباشر، لانه الثايرويد برضه بيتحكم في الليفل بتاع الكورتيزول، وهو كمان بيساعد في السيرفكتانت وبيتحكم فيه. فلو حد عنده مشكله في الكورتيزول، لو في نقص في الكورتيزول او نقص في الوظائف بتاع الغده الدرقيه، ده برضه ياثر على السيرفكتانت. والناس اللي هم عندهم الانكريز في الانسولين سيكريشن، خصوصا الاطفال، الانسولين يا شباب هو كمان الانسولين ده بيروح يعاكس السيرفكتانت بميكانيزم معين كده مش عارفه، الانسولين ده بيزود السيرفكتانت. طب ازاي يا دكتور طفل لسه صغير وهتلاقي الانسولين عنده عادي، عالي عنده هايبر انسولينيميا، يعني انكريز انسولين اسمها هايبر انسولينيميا، زياده الانسولين. بصوا يا شباب، لو الطفل ده بنقول عليه انفانت اوف دايابيتك مذر، انفانت يعني رضيع، ودايابيتك مذر يعني ام عندها الدايابيتس السكر. لو واحد انفانت اوف دايابيتك مذر، ده امه عندها سكر عالي قوي في الدم، والدم ده بينتقل من الام للطفل، السكر ده بينتقل من الدم الام لدم الطفل عن طريق المشيمه. فاصبح الطفل ده اللي ملوش اي مشكله، ملوش اي ذنب، السكر عالي في جسمه. طيب الام هي اللي عندها سكر، هي اللي عندها مرض السكر، الانسولين عندها قليل او موجود بس مش شغال، فكاني ما عندهاش انسولين بدليل ان السكر عندها عالي قوي. طيب الطفل دلوقتي اللي اثر عليه ان السكر اللي دخل للطفل من الام بقى سكر، كميه سكر كبيره، بس الطفل البنكرياس بتاعه شغاله زي الفل، فالطفل ده بيطلع كميه اكبر من الانسولين طول ما هو في بطن امه. بعد كده بعد ما بيتولد بقى حتى بيكون شكله كبير قوي، لان الجلوكوز عنده كتير في جسمه، فبيتولد حجمه كبير يعني. فالطفل ده المهم ما علينا ان
عنده في جسمه كميه سكر اكبر من المعتاد، فلازم يطلع انسولين اكبر من المعتاد عشان يدخلها جوه الخلايا. فتلاقي البنكرياس في الطفل ده عمال يطلع كميه كبيره من الانسولين، فزياده الانسولين في الطفل بتاع الانفانت اوف دابيتك مذر، الطفل اللي امه عندها سكر مامته عندها سكر، هتلاقي عنده انسولين كتير، وده ممكن ياثر برضو على السيرفكتانت يلو. تمام، فدي كده كانت الاسباب اللي هي بتاعت الايه، اللي هي بتاعت نقص السيرفكتانت. تمام كده، ده الجزء الاولاني من المحاضره، جزء مهم جدا 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 لازم تكونوا عارفينه وفاهمينه كويس. تمام، وبعد كده هننزل الجزء اللي فاضل ده صغير اسمه الكومبلاينس، هنشرحه فيديو لوحده لوحده. تمام، يلا اتفقنا ان شاء الله. السلام عليكم.